السلام عليكم ورحمه الله مشاهدي الكرام. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذه الوصفه اللي عملت اليوم ديال الكعك. اللي احتاجت فيها جوج كيسان ديال السكر سنيده، جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال الزنجلان، واحد مطحون وواحد ماشي مطحون، كاس ديال الماء زهر، نص كاس ديال الخل، 250 غرام ديال الزبده، قبصه ملح. عندي هنايا زوج ساشيات ديال لافاني وزوج ديال خميره الحلوه، معلقه ديال البسباس، حبه حلاوه والنافع. والفرينة هنايا انا عملت كيلو. بسم الله على بركه الله. هنا غادي هنا نخلط السكر مع الزبده. اللي ما يبغيش الحلاوه ما يديرش جوج كيسان، يقدر يدير كاس ونص. غادي نخلطهم مزيان حتى السكر يذوب لي مع الزبده. من بعد غادي نضيف الزيت، غادي نضيف الخل ونضيف ماء زهر، خلط مزيان، نضيف الزنجلان، نضيف حبة حلاوة والبسباس والنافع ونخلط مزيان. سكر وفاني. من بعد نضيف الفرينة، غادي نبسسها مزيان، نضيف لها خميرة الحلوة، هنايا بعد ما بسسته مزيان خلطته بتقريبا كاس أو كاس ونص ديال الماء على حسب باش نجمع العجين. كاين اللي يدير فيه البيض، وانايا ما يعجبنيش الكعك اللي يكون فيه البيض، يعني فضلت اني نجمعه بالماء. وكاين الكعك الاصلي اللي يخمر. شي نهار ان شاء الله غادي نعاود لكم الوصفه ديال الكعك الاصلي اللي نخمروه، كيجي رائع. مع هذا غادي غير نخلطو ونخدم فيه مباشره. من بعد ما خلطت العجين غادي نغطيه ببلاستيك باش ما يدخلوش الريح والقساح. من بعد غادي نشكل الكعك ديالي بحال هذا الشكل هذا، وغادي نقطعه في الجوانب بالموس او بالمقص. فوالا الشكل النهائي ديال الكعك ديالنا ملي طاب. وهذا نتمنى ان شاء الله الفيديو تكون عجبتكم. ما تنساونيش بلي لايك ولي بارطاج مع الاهل والاحباب ليصلكم كل جديد، والى فيديو اخر ان شاء الله.